مساء الخير وتحية رياضية لعشاق كرة القدم اللبنانية لجميع متابعينا عبر موقع الاتحاد اللبناني لكرة القدم. مباشرة من مجمع صغيرة الرياضي اللي عم بيكون مسرح للمباراة اللي عم تجمع الأنصار والسلام. إذا الأنصار كانوا تقدموا بالدقيقة الثانية من عمر المباراة عبر نادر مطر. النتيجة 1-0 لصالح الأنصار. سريعا لتشكيلة الفريقين، عم بيمثل السلام بحراسة المرمى محمد كرمانجي، رامي فقيه، حمزة العلي، عامر محفوظ، شارب البطرس، أوسكار غنطوس، فيليب أيوب، باتريك مناع، عماد كريمي، طه الحسين، وهشام نابلسي. أما تشكيلة الأنصار، نزيه أسعد بحراسة المرمى، أنس أبو صالح، حسن بيطار، خالد علي، بالإضافة لنادر مطر وحسن شعيط ونصار نصار وحسن معتوم وكريم درويش. لكل انضموا لنا بهالأثناء، النتيجة تشير لتقدم الأنصار الزعيم الأخضر بنتيجة 1-0 عبر نادر مطر. الأنصار متصدر الترتيب، بده يسعى جاهدا لتعزيز صدارته. أما السلام الموجود بالقاع بموقع لا يحسد عليه، كرة بوسط الملعب، ملعب بترجع عامر محفوظ، مقطوعة من نادر مطر صاحب الهدف الأول، ترجع لعامر محفوظ، عامر ملعوبة منه ولكن مقطوعة إلى خارج الملعب. رامي عتنفيزة، رمي التماس لصالح السلام، صغرتا المدرجات ما زالت خالية، الأمر المستنكر على أمل عودة الأمور لحالتها الطبيعية. الطبيعي وأيضا تحية من القلب لجمهور الأنصار المنتشر عبر بقاع الأرض. الزعيم الأخضر، النادي اللي تأسس بالعام 1951 حصد العديد من الألقاب، أبرز المدربين اللي كانوا ترأسوا جهاز الفني للأنصار هن المدير الفني المتألق عدنان الشرقي بالإضافة لجمال طه ومالك حسون والعديد من اللاعبين ايضا لعبوا تحت لواء هالنادي العريق، امثال فادي علوش، المسلماني، عبد الفتاح شهاب، منير حسين والعديد من اللاعبين اللبنانيين. مدرسي بكرة القدم نادي الانصار. رمي التماس، انس عم بينفذ رمي التماس باتجاه البيطار، بيطار لنزي اسعد، ملعوب الكرة على الجهة اليمنى، ترجع لنادر مطر صاحب الهدف الوحيد باللقاء لحد الأثناء، بتنلعب الكرة باتجاه كريم درويش، كريم درويش بعيده بدوره لنصار نصار نصار، ترجع الكرة أنصارية تجاه عباس عطوي، أونيكا بعيده لموني، الشعيط لأونيكا، أونيكا لأنس أبو صالح قائد سفينة الأنصاريين بهاللقاء. السلام عم بيلعب بتشكيلة شابة تماما، هيدا الأمر اللي عم بيخلي السلام موجود بهالمركز وعم بيعاني، بدهن وقت نوعا ما ليتأقلموا وتنتج هالتشكيلة ثمارة. كرة ملعوبة للبيطار، بيطار بيلعب كرة باتجاه نادر مطر، نينو حسن معتوق، حسن معتوق بدوره بيعكس الكرة لنصار نصار لمطر، تناول كرات وجمل تكتيكية رائعة عم بيلعبوا الأنصار عن طريق الخطأ، توصل لرأ صاحب الرقم 8 بيلعبها بدون عنوان ودفاعات الأنصار موجودة بالمرصاد تحديدا خالد علي، خالد علي عم بيحافظ على كرته وبيحصل على رمي التماس.
عامر محفوظ، الصراع الهوائي عم ينتهي انصاري لصالح نادر مطر، نادر مطر عم يكس كره لاعب باتجاه المعتوق، ولكن حارس مرمى السلام بالمرصاد لعب الكره من جديد. انس ابو صالح وخبره السنين عم بيروض الكره بالشكل المطلوب، يلعبها للاونيكا، الاونيكا بعيده بدوره لشعيتو، شعيتو الاونيكا عن طريق الخطا توصل لطه الحسين، مقطوع عن موني، موني للاونيكا، اونيكا بمرر اتجاه نادر مطر، نادر مطر عم بيسدد التسديده بدون عنوان، بعيده جدا التسديده الاخيره من نادر مطر. عم نلعب بدقيقة 7 من الشوط الأول للقاء اللي عم يجمع الأنصار والسلام صغرتها، النتيجة تقدم الأنصار 1-0 عبر نادر مطر. أسرع هدف لها الموسم هدف نادر مطر، تحديدا بالدقيقة الثانية من عمر اللقاء. كرمانجي عم ينفذ كرة طويلة، صراع الهوائي من جديد عم ينتهي لصالح الزعيم الاخضر، ترجع الكره للسلام صغرتا، بترجع لنادر مطر، نادر مطر اللي صار بلبله حول الاسم العريق، نادر كان عم يلعب بصفوف القلعه النبيزيه ولكن انتقل ليمثل الانصار، كذلك الامر بالنسبه للمعتوق ايضا لعب للنجمه، مقطوع الكره هجمه مرتده للسلام صغرتا، مقطوع من كريمي ولكن من جديد البيطار بالمرصاد لمنع الخطر، اللعب من الاونيجا، اونيجا للموني، سنة شعيتو، موني عم بمرر باتجاه المعتوق، نصار نصار عم بيكونوا دفاعات السلام اسرع بهيدي الكرة، كريم بيلعب باتجاه طه الحسين، طه الحسين، طه الحسين عم بيعكس الكرة إلى وسط الملعب، ترجع أنصارية. دائما هجمات السلام عم تتكسر بوسط ملعب الأنصار والمعتوق والفاصل المهاري حسن معتوق عم يتوغل داخل منطقة الجزاء، المعتوق عم بيسدد تسديدة بعيدة نوعا ما على المرمى. محاولة مميزة للمعتوق ولكن تعلو عارضة السلام صغرتا. عم نلعب بدقيقة 11 من عمر الشوط الأول للقاء، لكل اللي انضموا لنا بهالأثناء تحية من القلب لجميع متابعينا عبر موقع الاتحاد اللبناني لكرة القدم. الأنصار عم بحل ضيف على السلام صغرتا، الأنصار بالصدارة والسلام بقاع الترتيب. رمي التماس لصالح الانصار على التنفيذ، خالد العلي عم بينفذها باتجاه البيطار، البيطار اللي كان لعب للنجمة على سبيل الإعارة وكان قادم من التضامن صور من سفير الجنوب. مقطوعة من دفاعات السلام لعامر محفوظ، عامر محفوظ كان مثل طرابلس بالدوري اللبناني. مقطوعة من جديد من بيطار خالد العلي. كرة رائعة من الكريمة ولكن بدون عنوان، إذا كرات السلام صغرتها ما عم تكون فعالة أبدا، عم تتكسر دائما أمام دفاعات الأنصار. عباس عطوي أونيكا ولا مركزية بالتنقل بأرض الملعب. نزيه أسعد يلعب الكرة للبيطار، البيطاري بيلعبها لخالد العلي، أريحية بتناول الكرات للأنصار لنصار، نصار صاحب رقم 5 اللي عم يشغل الجناح الأيمن بتشكيلة الأنصار. أنس أبو صالح لعباس عطوي أونيكا، عباس عطوي أونيكا بعيدها للبيطار، البيطار بدوره لخالد العلي لنصار، نصار نصار بعيدها للخلف، ترجع من جديد للبيطار، البيطار بمرر باتجاه أنس أبو صالح، أنس أبو صالح، ايوب، ايوب عم بحافظ على كرته بعيدة بدوره لأنس، أنس كرة مقطوعة من دفاعات السلام اللي عم يلعب بروح إيطالية عالية على الرغم من صعوبة المواجهة. كنا شدنا مباراة رائعة على السلام بأبرز مباراة هالموسم، كانوا واجهوا فيها البرج واقتنصوا نقطة ثمينة من نادي البرج. المواجهة المرتقبة غدا ديربي الرائع حيكون بين البرج وشباب البرج، بيحتضن هالمباراة ملعب فؤاد شهاب بجونية. منقولة مباشرة عبر الان تي في الساعة 4:05، لقاء له العديد من المعاني والتفسيرات بالنسبة للبرج.
خطأ بوسط الملعب لصالح السلام صغرتها. حكام هالمباراة هادي سلامي بيعاونوا عدنان عبد الله وفؤاد عكاشة. الحكم الرابع علي بري. كرة ملعوبة. دفاعات السلام عم بينقلوا الكرة مقطوعة من جديد من أنس أبو صالح. هاي المشكلة كنا عم نحكي فيها دائما، كرات السلام صغرتها تجد مدافعين.